بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا مبدئيا طبعا بالنسبة حكينا سابقا على لوحة أونو والمايك والكنترولر متاعها وكيف نقدر طبعا وشنو الأشياء اللي ممكن نربطون معها. مثلا طبعا مبدئيا اليوم لاحظوا كيف نربطوا الأونو أو كيف نستعمل الأونو كوحدة تحكم خارجية وحدة تحكم فيها. طبعا عندنا المدخلات اللي هي المدخلات الديجيتال، عندنا مجموعة مدخلات ديجيتال يشتغل كديجيتال انبوت او ديجيتال اوتبوت كمدخل او مخرج، عرفت؟ فطبعا نقدر نتعامل معها ونضوي بها لمبه او شيء من القبيل، عرفت؟ فطبعا احد هنا مجموعه عندنا نقدر نشوفون هنا من 0 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 لعند 13 او بالنسبه لي انا هذا. فطبعا نقدر نبرمجها داخل الكمبيوتر، ندزلها 5 فولت او ندزلها 1 فولت. 5 فولت هذه نقدر نركبها في دايود ونولع، فبالبرمجه فنقدر نحط البرنامج نصبه فيها يولع الدايود. طبعا احنا عندنا الدايود هذا اللي يشعل ويطفي هذا قدامنا، هذا مربوط بالبن رقم 13، مربوط بالبن رقم 13. يعني الحاله البن رقم 13 نلقوها وين؟ نلقوها في الدايود نفسه. يعني لما نجي نشوف الدايود رقم 13 هذا نوصل هنا نجي نشوفها، نقدر لو كان نقيسه بالأفوميتر حالة نقدر نشوفه مباشرة. شفتت 0 5 فولت. لما نجي نشوف الافوميتر نفسه يعطيني نفس الحالة نتاع اللمبة اللي ورا، يعطيني يا 0 يا 5 فولت. تو 0 فولت 5 فولت 0 فولت 5 فولت 0 فولت 5 فولت. من اللي يدز فيها 0 فولت 5 فولت يدز فيها المايكرو كنترولر، يدز اللي هي اللمبة اللي ورا هذا ورا 5 فولت طافية ورا 5 فولت طافية 0 فولت وهكذا. فنحن اللي بنشوف الكلام هذا من تو هو يدير فيها تلقائيا، لكن احنا بنديروها برمجيا ونبي نشوفها.